وظهر يسوع المسيح الاثنين من تلاميذه، فرجعا بفرح إلى الآخرين. لقد قام الرب حقاً، وقد ظهر لبطرس. لما رأيناه في الطريق لم نعرفه، لكن لما كسر الخبز عرفناه. في عمواس؟ ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا، ها يداي وقدماي، إني أنا هو، جسوني وانظروا. الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي، هذا ما أخبرتكم به قبلاً لما كنت معكم، أنه لا بد أن يتم فيا ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هذا هو المكتوب، إن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث، وسيكرز باسمه برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض بدءاً من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم وعد الله الآب، فامكثوا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي.